الله بالخير لكل من يتابع الشرقية وبرنامج أهل المدينة. يوم جديد، مشوار جديد، وأكيد مواضيع جديدة تخص المدينة وأهل المدينة. اليوم عندنا الكثير من المواضيع، أنا وسفيان إن شاء الله نقدر نوصلها للجهات المعنية. البداية كالمعتاد مع سفيان ومجموعة من العناوين. مرحبا سفيان. مرحبا أزل، مساء الخير بكل مشاهدي قناة الشرقية وبرنامج أهل المدينة. مثل ما تعودتوا، البداية حتكون مع العناوين. عنواننا الأول حسم الجدل بشأن مسرح الرشيد بعد ما شغل بال كل العراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا الفنانين، وأخيرا انحلت المسألة وطلع قرار بإيقاف هدمه وتحويله. حنناقش هذا في بداية الحلقة وفي أول مواضيعنا. يعني ظاهرة انتشار المواشي، يعني حاط هذا عنواننا الثاني. أرصفة في بغداد تتحول لبيع المواشي، مثل ما تشوفون حاليا المواشي موجودة في شوارع العاصمة العراقية بغداد. احنا نطمح بأنه تكون تتطور وتكون أجمل، لا احنا بدنا نرجع لي ورا وبدنا نخلي المواشي تنتشر في شوارع العاصمة. هذه المرة المواطنين نفسهم انتقدوا هذه الحالة مع كل الأسف. عنواننا الثالث مناطق داخل الموصل تخلو من الخدمات. نسمع. منطقة حي الرحمة رجم حديد بها قواطع، قاطع حي الزراعي وقاطع النواب ضباط وقاطع الضباط. هذه منطقة تشوفوها منطقة سكنية، حتشوفون أكثر بداخل الحلقة وحنسلط الضوء على هذه المنطقة في مدينة الموصل. هذه عناويننا مع التفاصيل بعد الفاصل. الله بالخير مرة أخرى. الله بالخير سفيان. الله بالخير أزل. جاي نشيط، حسيتك من العنان نشيط. شفتي شلون؟ عافية عليك. يعني لازم بعد احنا ويا كورونا ويا هاي الأشياء. ذكرتنا بكورونا. مخرجنا احنا اليوم راح نتمرد عليك، لازم نحكي شوية بكورونا. لأنه صار لفترة يقول مخرجنا إنه كورونا الناس لازم يعني هاي خلص، اللي لبس كمامة لبس واللي لقح لقح وها هي. احنا اليوم شوية لازم نحكي، لأن اليوم 7000 ترى. يعني اسمح لنا 7693 إصابة جديدة، بمعنى أنه إحنا بدأ يعني هو البارحة انخفض رجع اليوم ارتفع، وأعتقد أنه الأيام الجاية راح يكون بها ارتفاع، لأن جايتنا موجة برد، ومن تجي موجة برد إحنا ترتفع الإصابات طبعا. أكيد اليوم عندنا إحنا 9 وفيات، البارحة كانوا 13، وهذا أيضا مؤشر بدأ يعني مو خطير وإنما مخيف. إحنا عندنا اليوم الشفاء الرقم جيد، أفضل من الأسابيع الماضية لهم 3025 الشفاء. بس إحنا بنفس الوقت نقول إنه إحنا بالموجة الرابعة بعدنا ما وصلنا للذروة، الذروة تحتاج لها بعد صعود أكثر وبعدين يرجع مرة ثانية إنه تنتهي. بس إحنا عندنا مشكلتنا إنه إحنا من نصعد للذروة نشلب بيها فترة طبعا. مو مثل العالم تصعد وتنزل، إحنا لا، إحنا لا، الذروة تبقى عندنا فترة يلا بعدين يكون هناك طبعا الوزور. واحنا اصلا ما نريد نوصل لهذه الذروه، لانه احنا مستشفياتنا متهالكه، ونرجع ونقول النظام الصحي في العراق ليس بهذا الوضع المثالي بحيث هو يمكننا من نستقبل هذه الحالات. وهذه ليش هالمره احنا بدنا نحكي بالموضوع، لانه اوميكرون اليوم يقولون سرعه انتشاره عاليه جدا، حتى لو البعض يقول بانه هو خفيف مو كلش علامات او اعراض قويه، بس بنفس الوقت انتشاره سريع جدا، فبالتالي من الممكن ان يصل للجميع. خل أقول لك فتشي إنه في إقليم كردستان كان هناك إحدى الوفيات من أوميكرون، فمعناته إحنا مخيف هو. هسه حالياً الإصابات التسعة ما أعتقد هي من دلتا، أنا أعتقد هو جزء منها من أوميكرون. طبعاً إذا واحد مناعته ضعيفة ورجل كبير بالعمر أو عنده فإذا جينات، فإذا لازم ندخله ضمن الإطار المخيف أو 100%. ضمن الإطار الخطر. ثم أوميكرون أكفت قضية كلش مهمة بخصوص وزارة الصحة، الكوادر الصحية أغلبها مصابة، هذا كارثة نتيجة سرعة الانتشار. فدير بالك مع نفسكم، يعني لبسوا الكمامة. لازم يعني مخرجنا يعترض على موضوع كورونا، بس لا، احنا حقيقة احنا نسوي العليانة، اقتنعوا ما اقتنعوا العليانة نسوي. البس كمامتك، ابتعد عن الأماكن المزدحمة، واللقاح بدأت امتحانات اليوم نصف السنة، فنتمنى انه بس على تخلص على خيار يلبسون كماماتهم
واعتقد اكو تباعد راح يكون بالامتحانات. وانا شفت عجبني شيء انه على موقع التواصل الاجتماعي المدراء نزلوا اللي ينزلون تعليمات لا تتجمعون بالباب لين تعرفوا امتحانات خلص، فهاي كلش مهمه. طيب ان شاء الله عادي يعني يلتزمون بهذه الاجراءات وان شاء الله الكل ناجحين بالامتحانات القادمه ولا تتجمعوا مثل ما قالوا. طيب نبدأ بمواضيعنا، واليوم خبر كان جدا إيجابي صراحة، أنه لما سمعنا اليوم الاستجابة السريعة من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حول موضوع مسرح الرشيد، مسرح الرشيد اللي هم الفنانين نفسهم عمروا نفسهم اللي حطوا أموال حتى لصيانته، يمكن لإعادته نوعا ما من الحياة اللي سووا جزء من عنده حتى يكون لهم طبعاً. وبعدين يتفاجئون بفكرة بأنه خلي نلغي هذا المكان المسرح وهذا المكان الثقافي ونهدمه ونغير معالمه، والحمد لله اليوم تمت الاستجابه. لا واكو لازم خلال 14 يوم الطريقه ايضا يعني هاي المواضيع لا يمكن انه تثار بهذه هذا الموضوع، حتى لو كانت عائديته الى وزاره الاسكان اكو اشكال، لا يمكن انه انا اهد صرح صار له سنين بهذه الطريقه، يعني على اي اساس؟ واكيد يسوي جدل. انا اعتقد انه هو كان يعني احنا احيانا نخلق الازمات او المشكله، يا اما نريد نلتهي او نريد نشتهر، يعني انا قصدي اللي سووها الجهه اللي سوت القضيه. حتى البارحه احنا كان عندنا اتصال مع نقيب الفنانين السيد جبار جودي، قال الموضوع كان يمكن احد الموظفين اراد انه ما اعرف يعني شنو الغايه من عندها، لانه قانونيا لا يمكن، احنا عندنا كتب رسميه تثبت انه الملكيه لوزاره الاعلام سابقا، وخلص هو لهم. فالمهم صار جدل كبير من قبل الكثير من الفنانين منذ البارحة، كان هناك تحشيد من قبل الفنانين لوقفة احتجاجية، واليوم أقيمت هذه الوقفة الاحتجاجية طبعا بمساندة حتى الكثير من الجماهير، لأنه فعلا ما ترهم شيء صار لسنين. أنا بدل ما أنا أبني أكثر أنا أهدم الشيء الموجود، ما احنا هي احنا بغداد اصلا هي محتاجه الى اعمار، محتاجه الى ان نزيد، احنا نقوم الشيء اللي عندنا الاشياء اللي احنا محتفظين بها نقوم بتهديمها. كان الامر في غايه الغرابه رغم انه لا غريبه في العراق. حتى احنا نعرف تفاصيل اكثر عن هذه القضيه، ينضم معنا عبر الهاتف الفنان اياد راضي. اهلا بك استاذ اياد، نشكر انضمامك الى اهل المدينه. حقيقة أنا ما أريد أقول فرحانين حقيقة، لأنه يبقى حزن أكو غصة تصير أنه إحنا لازم يعني الموضوع لازم ما يصير من الأساس، ومن يصير لازم نطلع نسوي وقفات احتجاجية ونسوي بالإعلام ضجة ونسوي على موقع التواصل ضجة، يلا بعدين المسؤول ويلا بعد الجهات المعنية تنتبه، ها هذا خطأ، المفروض هم عارفين الخطأ من الصح، لكن شو نسوي بعد؟ إحنا هذا إحنا قدرنا في هذا العراق أنه هناك ناس هي تنحسب مسؤولة لكنها غير مسؤولة. نبارك لكم عودة بيتكم مرة أخرى، ونريد نحكي عن هذه التفاصيل حتى مرة ثانية ما تنعاد لا على مسرح الرشيد ولا على غير أشياء سواء تخص الثقافة أو الفنون أو تخص أي قضية أو مفصل آخر في العراق. كل شيء لازم يبقى بمسمياته، بالعكس إحنا المفروض ندعم ونزيد ونعمر ونجتهد من أجل أنه إحنا نقوم ببناء وإعادة إعمار خاصة العاصمة بغداد. أستاذ أياد ويانا تسمعنا؟ ألو مساء الخير. مساء الخيرات. مساء النور. مساء الخير ست أزل ومساء الخير أخ سفيان. أهلا وسهلا بك. وتحياتي لكم ولكل مشاهدين الشرقية الكرام. حياك الله. يعني الحقيقة لو قبل خمس ساعات ست ساعات ربما كانت النفسية أكثر يعني أكثر كآبة، بس الحمد لله أنه يعني هذا قرار التصويت لمجلس الوزراء بنقل ملكية الأرض من وزارة الإعمار إلى وزارة الثقافة خفف من وطعة يعني ما يحصل هذا اليومين. نعم. بقضية مسرح الرشيد الحقيقة. نعم. طبعا هو لا عجب الان في بلدنا الحقيقه ان تثار مثل هذه القضايا، يعني احنا تعودنا ان نسمع مثل هذه الاخبار اللي ما لا تمت للواقع ولا للعقل بصله حقيقه، ولا ادري يعني لماذا بالتحديد لهذا الوقت تطالب وزاره الاسكان والاعمار بملكيه هذه البنايه الحقيقه. لماذا لم تطلب بها او تطالب بها عندما كانت خرابا ولا زالت هي نصف خراب
حقيقة. نعم. يعني قبل فترة أقامت دائرة السينما والمسرح المتمثلة بمديرها الحقيقة الدكتور أحمد حسن موسى بحملة إعمار كبيرة لمسرح الرشيد، وأنجز ما أنجز بجهود شخصية وحقق إنجاز يشكر عليه الحقيقة. لنسمع في هذه اليومين أن وزارة الإعمار والإسكان تطالب بهدم هذه البناية. حقيقة هو يعني ما جعل هذا الخبر يثير هذه الضجة بين الفنانين، أنه بهذه السهولة أنه إحنا نصدر مثل هذا القرار ولا ندرك أو لا نحسب حساب لردة فعل هذا القرار. يعني مسرح الرشيد هو ذاكرة الفنان العراقي، ذاكرة المسرح العراقي. مسرح الرشيد هو صدى أصوات أساتذتنا وأحلامنا من المسرح العراقي. يعني مسرح الرشيد هذا الصرح الفني العريق المهم اللي إلى ذكريات وبصمات. يعني سيد هيد هو حتى للمواطنين أيضا إذا تسمح لي، يعني هو أيضا للأهالي بغداد هو فتشي مهم، هو ليس للجميع. يعني شنو تريدون تحاولوا مثلا مول على العموم؟ هو الحمد لله صارت حاليا اليوم الضوء مسلط على المسرح. يعني الحقيقة هو المفرح أنه هذا التلاحم بين الفنانين وهذا فعلاً. الاحتجاج والوقفة الاحتجاجية الحقيقة جابت نتائجها الطيبة الإيجابية، وسمعنا يعني الآن هذا الخبر بتصويت يعني مجلس الوزراء بنقل ملكية الأرض المشيد عليها مبنى مسرح الرشيد من وزارة الإعمار إلى وزارة الثقافة. الحقيقة يعني خفف من الصدمة. صح، يعني يمكن القضية صارت إيجابية. حتى أنتوا اليوم التقيتوا، يمكن صار لكم فترة كثير منكم ما ملتقين بسبب كورونا والأوضاع، وهي يمكن أنا حقيقة هسه حاليا أكو شيء يصير هو سلبي لكن إيجابي ردة الفعل. أنا أعتقد هسه هذا يعني الموضوع راح يدفعكم لأنه تهتمون بالمسرح أكثر، خاصة بعد ما شفتوا ردة فعل الناس. حقيقة أنا تفاجأت بالناس أنه كان لها وقفة مشرفة، يعني يمكن هي شجعتكم حتى أكثر انه هاي شنو الناس هلقد تحب المسرح، هلقد متعطشه للمسرح ومشتاق للمسرح، بحيث كانت واقفه وياكم حتى اكثر منكم. يعني هم البارحه أيوة. كان عندهم موقف مشرف الناس والجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي، يعني يمكن حتى حطت بعض الفنانين بموضع انه محرج، انه هاي شنو الناس واحنا واقفين وساكتين، لازم يكون لنا موقف. انا اعتقد هسه حاليا انتم في 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 صدى انه تسوون اعمال جديده، افكار جديده، يمكن خلينا نقول زاويه جديده من اجل ارضاء الناس ومن اجل كسب الناس اللي هم حاليا وقفه مشرفه حقيقه منذ البارحه لليوم. والله يا ستأذل، هو المفروض كل الشرائح تتحد وتقف وقفه رجل واحد امام هكذا قرارات. يبدو لي انه وزارة الاسكان والاعمار يعني هي الحمد لله انه صرحت بهذا قرار الهدم. يعني لو كانت القضية يعني بسرية تامة ودون الاعلان عنها ربما كان اشياء اخذت غير منحاها. صحيح، يمكن كانت تعتقد هي يمكن استاذ اياد يمكن كانت تعتقد ان الناس توقف وياها، ممكن كانت تعتقد ان تفاجأت هسه. وحقيقه هو شيء مفرح انه حسين انه الناس كنا نعتقد انه بعد الناس ما تفكر لا بالفنون ولا بالمسرح ولا هذه الامور ولا بالثقافه، لا الناس متعطشه. وقلت لكم هسه انتم امام موقف يجب ان نرد الدين بانه نهتم بالمسرح كثيرا، ممكن احنا اهتمينا بامور اخرى. حاليا تتوجه الانظار الى المسرح لعوده الحياه اليه، رغم يعني هذا القرار اللي اجى يمكن هو محزن وغصة، لكن هو ممكن بشيء ايجابي مستقبلا. يعني ستأذن، هو بعيدا عن كونه مسرح ومرفق يعني فني كبير وعظيم ومهم في بغداد، يعني احنا كافي تهديم، يعني احنا خلينا نبني. صح، بس انا يعني حتى ما نضع اللوم كله على وزارة الاسكان والاعمار، ربما هي الان او بالتأكيد كوزارة يعني تريد تنفذ قانون، يعني بالتأكيد ما تشتغل يعني من عندياتها، يعني هي
معتمدة أو نعم. يعني مستندة لقرار أو لقانون إنه هذه الأرض هي من يعني يعني وزارة الإسكان هي اللي تملك. يعني لذلك هي يجوز تريد تعرف إنه هذه الأرض شلون راح يكون وين يكون مصيرها وإلمن بعد كل هذه السنين. الآن اتضحت الأمور بعد ما قرر مجلس الوزراء أنه تصير ملكيتها تحول إلى وزارة الثقافة، حتى هي لا تكون أيضا عندها شيء وملكي، يعني تملك شيء ولكن المستثمر ليس وزارتها، حتى أيضا هي تبرئ نفسها بهذا الموضوع. يعني إحنا يجوز يعني دندب اللوم كله على وزارة الإسكان، ولكن هذا تداخل مرات القوانين وتشابكها أيضا ايضا يعني يودي الانسان بمتاهات بشكل عام. احنا انا بديتها وانت ايضا، انا قلت لا غرابه في العراق وانت قلت لا عجب في العراق. احنا نشكرك الفنان اياد راضي، شكرا جزيلا لهذه المداخله، والحمد لله. ونرجع مره ثانيه نقول مبروك للجميع، لانه انا حسيت ان الفرحه هي للجميع فعلا، كل الناس البرحه وقفت. انا تفاجات بوقفه الناس، الجماهير المتعطشه طبعا للمسرح، ووقفه الفنانين اليوم هاي طبيعيه جدا، لان هذا هو ابسط واجب يقدموه لمكانهم. وانا متاكده انه هذا بردود فعل راح تكون ايجابيه على المسرح والفن والثقافه، واي دائره ممكن تفكر انه تسوي اي شيء مشابه له، مو شرط على المسرح، تفكر ألف مرة أنه هناك جمهور وهناك ناس وهناك شعب وهناك ناس تنتمي إلى هذا المكان ما راح توافق. أنا أتمنى هالمرة يعني يستثمرون هذا تسليط الضوء الكبير اللي حصله مسرح الرشيد بهذه الفترة، رغم أن مثل ما قلتي موضوع سلبي، بس أنا أدعو الجميع اليوم حتى نأخذ، وحتى الوزارة المسؤولة عن هذا الموضوع تأخذ المنحة إيجابي، بحيث إحنا عندنا مسلطين الضوء حاليا، خلي نعمره أكثر. أنا رايح صح. للمسرح نص المسرح متدمر، أكو الطابق الجوال قاعد بعد غرقان بالماء، ما أدري هسه صلحوه لو لها قبل سنين، بس بدوا يعمرون يعني المسرح. كأنما حلم بعين الوزارة ماكو، فما طالبوا به بعد الإعمار. فسلطنا الضوء، يا ريت تعمروه أكثر ويكون جاهز للافتتاح، يعني يكون أصلا حتى تحطون فلوس به حتى نقدم أعمال مسرحية جيدة هذه المرة، وفعلا ثقافية وليست لغرض تجاري فقط. إذا بس نقول مبروك والحمد لله أنه البارحة يعني طرح القضية وحلت خلال تقريبا أقل من 24 ساعة. طيب خلينا نكمل مع مواضيعنا الخدمية، وهذا موضوعنا القادم من أن أرصفت العاصمة العراقية بغداد، في حين إحنا دائما إذا تذكرون نتحدث عن وضع الإنارة الصحيحة بالألوان الصحيحة، الأشرطة اللي يختاروها يجب أن تكون بألوان صحيحة، المواطنين دائما يطالبون الجهات المعنية حتى الأرصفة يعني يحطوه بها ألوان مناسبة. هاي الزرق ورق ما نريده، مثلا نريد ألوان تكون يعني مناسبة. إحنا ما نروح نتوجه هذا التوجه، لا، قمنا نسمح بوجود المواشي في العاصمة بغداد تفتر بين المناطق. هاي كانت قبل، هسه الفكرة الجديدة صاروا أصلا يعني يتمركزون في بعض المناطق وفي بعض التقاطعات والأرصفة في الشوارع. مواطنين عبروا عن امتعاضهم من هذه الظاهرة اللي تصير شبه طبيعية في العاصمة بغداد، وقام حتى المواطن نفسه من يريد يشتري ماشية أو لحم أو أي يكن قام يروح لهذه المناطق اللي صارت بنص المنطقة، وبهذه الآلية اللي احنا دا نمشي بيها فاتحين بزنس معين اللي هو بيع المواشي، عندنا ناس دا يشترون، فهذا معناته البزنس حيزيد، هذا المشروع حيزيد إذا ما حنوقفه. خلينا نسمع المواطن، وأنا حي طبعا المواطن اللي صور هذا الفيديو وحكى هذا الكلام، هذا فعلا يدل على أنه هو حريص على العاصمة وحريص على شون شكلها يكون لدى المواطنين اللي عايشين بيها. خلينا نشوف شنو قال حول هذا الموضوع ونرجع نعلق عليه. يعني ظاهرة انتشار المواشي، يعني حاط الخرفان بنص الشارع، يعني هذا منظر حضاري؟ هذا مكان ثاني؟ شوف هاي بنص الشارع، يعني وين بلدية بغداد؟ وين أمانة بغداد؟ بلدية المشتل؟ يعني يرضون بهذا المنظر بهذا الوضع؟ يعني بغداد بهالصورة؟ خرفان بالشارع، مصالح بالشارع. مثل ما نشوف يعني صراحة الموضوع خرج عن حده، يعني صار الموضوع مزعج حتى المواطنين اللي عايشين في العاصمة بغداد. وأتمنى يعني أنا متأكد أن هواية من يمكن من الجهات المسؤولة عن هذا الموضوع يفترون بالشوارع ويشوفوها. هذه دعوة من المواطنين للجهات المسؤولة عن هذا الملف لحلها، وإن شاء الله يا رب نشوف قوانين جديدة تطبق
على موضوع انتشار المواشي في العاصمة بغداد. العلم بس يعني قبل ما انتقل للموضوع الآخر، ترى كل المحافظات هذا المناظر الخلابة، أكو أكثر أصلا بعض المحافظات طبعا، ويعني ما حد يقدر يحكي وياهم. قضية كلش مهمة، من نا يشترون لحم والناس هذا أغلبها ما أكو أختون. أكو ناس يحطون لحم يعلقوه، هذا غير صحي. يعني الناس ممكن يكون أرخص، لكن ممكن تكون المواشي مريضة، ما مختوم، ما مفحوصة. فالناس أنا ما أعرف شون الناس يعني على مود كم ألف، والله أكل عدس، العدس أفيد من اللحم إذا أنت ولا تأكل هذا اللحم اللي ممكن يسبب لك أنت تسمم وتتمرض وتموت. بعد إحنا هم حكيناها، نتمنى أن يكون هناك انتباه من قبل الناس. نروح نبقى ونبقى في العاصمة بغداد، وهذا الموضوع إحنا طرحناه قبل يمكن ذاك الأسبوع. سرقة أغطية المجاري، تقعد الصبح أنت تلقى أغطية المجاري مسروقة. أنا سابقا كنت يعني كنت أعتقد إنه الأطفال يعني مثل واحد يعني فتحها وما يدري، بعدين اكتشفنا إنه هي غالية، تباع بثمن غالي جدا. الناس بدت تقول إنه كافي، يعني مرة مرتين صارت، بدت الجهات المعنية مثلا ترجع الأغطية، بدت ممكن المواطنين هم من عندهم يشترون أغطية ويضعونها على المجاري الرئيسية. مشكلة جاية تسبب مشاكل أو حوادث، أطفال تروح للدوام، تعرفون إحنا صاير عندنا مطر والأرض كلها تغرق، فالناس ما تشوف حتى المجاري، فرحة المجاري. وكثير كثير من الأطفال وكثير حتى من 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 الكبار يقعون بهاي المجاري الرئيسية لأن ما بها أغطية. نشوف الناس شنو حكت عن الموضوع، لأن الناس تطالب بأن يكون هناك إنه لازم كافي بعد، يعني ما تنعاد هذه الكرة. أنا أقول كاميرات المراقبة لازم نفعلها بهذا الموضوع في الشوارع لمعرفة إن هاي عصابة. لا يمكن يجي واحد بمفرده، هذول عصابة على الأقل اثنين ثلاثة جايين، واحد يشيل، واحد عنده سيارة، لأن هاي ما تنشال بسهولة. فلذلك نتمنى تفعيل هذا الموضوع اللي هو الكاميرات المراقبة لمعرفة هذا من المنطقة، من خارج المنطقة، هذول وراهم ناس، من الممكن هو عمل تخريبي، حتى مو شرط إنه يبيعونه. لازم يكون هناك حد ونهاية لهذا الموضوع اللي بدأ يأرق الناس ويرعب الناس ويخوفهم ويقلقهم، لأنه حياتهم متوقع، يعني ممكن أنه أي واحد يقع بهذه المجاري. وبعدين المجاري هاي هي وجدت لمياه الأمطار، فهاي حواجز تكون من أنت تشيلها أي شيء يوقع بيها. شوفنا شنو حكيت، ونتمنى أن يكون هناك فعلا إيقاف لهذه، اللي أنا أعتبرها ما صارت حالة، ظاهرة صارت في المجتمع العراقي من سرقة منهولات المجاري اللي تعبنا بيها. ونروح والناشد، الناشد الجهات المعنية، والناشد المجلس بلدي، والناشد هاي وحدة، هاي وحدة من الحالات، هاي الوحدة، هاي الوحدة من الحالات اللي يشوفها. يعني هاي معالجة للمنهولات، هي هاي تعالج المنهولات، هذه هي هاي اللي تهدم المنهولات وتسد الطرق علينا، زين. وتلزم حتى من تلزمهم، يعني بالكاميرا تلزم هذا اللي يسرق يهددك عشائريا. هاي شوف، راح نشيل التاير، شوف راح تطلع المنهولة، وشوفوا بعينكم، شوفوا الطفل من يوقع يلقوه أهله لو لا، ومدارس. هاي شوفها، هاي المنهولة، هاي قبل قبل الله محمد وعلي، شيل إيه صعبة صعبة. هاي شوف، هاي المنطقة خلف الله عليهم من دي يسدون بالخشب. إيش تسوي يا أخوي على أطفالنا؟ هي هاي الحوادث اللي تصير هنا، هاي مدرسة مال أطفال ابتدائية. شوف هاي، يعني هسه ذاك اليوم طفل وقع بيها هاي المجاري، كسرت رجلين ناطه. يعني هاي المدرسه هنا قريبه، هاي مدرسه ابتدائيه، مدرسه المشتل. احنا اهالي المشتل نطالب الحكومه تشوف لنا حل. سرقت هاي المنهولات مو مره ومرتين، يعني رحنا اشتكينا عند الامانه فد مرتين. انا رحت نفسي اشتكيت عند الامانه، قلت لهم يابا انباقت يم باب بيتنا، كل يعني كل ما كل شيء قدامهم. الناس بدأت تحط هي رقعة، هذا اللي حط طابوق وهذا اللي حط خشبة، هذا مو منطق أبدا، لا يمكن أن يكون منطق. هاي عاصمة يعني، حتى ما ترهم أنه واحد يحط على أغطية المجاري مثل هذه الأمور. المفروض انه ليش ما يعني المفروض بها قفل بعد، خلص اسوي اجيب لازم حل. إيه؟ اجيب لان هي انا اعتقد بدول العالم ما تنفتح بسهوله الا بضاغطه معينه، تكون سيارات معده خصيصا لهذا الموضوع. بعد ما اخليها من هاي اللي تنفتح بسهوله حتى لا يتم سرقتها. وهنا احنا نفعل الكاميرات اذا مو بالشارع، فاعتقد الناس عندها، المواطنين عندهم كاميرات في منازلهم تصور وتوثق حتى بالشارع.
ونشوف احنا منو اللي قاعد يسرق هذه الاغطيه، لان فعلا الموضوع زاد عن حده. عيب يا جماعه، هذا احنا من قلنا درس الاخلاقيه ودرس الاسريه ودرس الوطنيه، هاي وحده من الامور. هذا بلدك، اكو واحد يسرق نفسه؟ يعني هاي هذا عجب العجاب. ما نسمع احنا واحد يسرق غيره، بس هذا بلدك وهذا ملكك انت وملك غيرك، شلون انت تسرقه؟ وعادي عندهم طبيعي، ويروح ويبيعها بصلافه. ان شاء الله يكون هناك حد، ان شاء الله الناس تثقف تعلم اولادها بالبيت بالمدرسه. لازم نستغل هذه الفرصة ونقول لهم انه هاي ترى هذا الأغطية من تشيلها وانت ويموت واحد، فهذا برقبتك انت الى يوم القيامة. ان شاء الله يكون هناك يعني حد لهذه الظاهرة. فعلا، ومثل ما قلتي بانه موضوع الخدمات سواء كانت اللي حكينا عنها او سواء اللي الأغطية سرقتها وغيرها، هي في كل المحافظات. هذا الفيديو صادف جانا من العاصمة، او هذاك الفيديو صادف. يعني مثلا موضوعنا الجاي، تقريرنا اللي سويناه من البصرة من قضاء الزبير، من أكبر أغذية العراق، من أغنى أغذية العراق، من أكثر المناطق اللي موجود بها نفط في العراق. كنا قارئ عنها بالجغرافيا لما اشقد بها نفط، والاقتصاديين نفسهم ما يعرفون بأنه اشقد تحتوي على خيرات، واشقد المواطنين أصلا هناك هم أصلا متضررين من وجود هذا النفط، لأنه لما يستخرجوه غيرها من هذه الأشياء. فوق كل هذا هناك المواطنين يعانون. بعد ما صورنا وبعد ما راح فريق أهل المدينة وسوى تقرير هناك، يقولك احنا يعني القضاء ما بي خدمات، يفتقر لكل انواع الخدمات البسيطه. يعني حتى الشارع ماكو، يقولون احنا ما عندنا شوارع مبلطه في القضاء، احنا ما عندنا مجاري حتى تاخذ مياه الامطار، تصريف مياه الامطار. احنا ابسط مطره تمطر فيها البصره في قضاء الزبير تغرق الشوارع اللي هي اصلا مغطاه بالطين وحفر وغيرها من هذه الاشياء. مواطنين جدا مستائين في قضاء الزبير من الوضع الخدمي اللي يعيشوه هناك. طبعا اضافه هاي المدات، اذكركم الكهرباء، كون الكهرباء هو يعني هذا الشيء الوحيد اللي يجمعنا كنا من الشمال الى الجنوب، مشكله الكهرباء، المي المالح اللي يجي البصره كلها تعاني من عنده. فانتوا تتخيلون لما المواطن عايش في هذا القضاء، وهذا صراحه من شفت التقرير قبل البرنامج، يعني احس بالمواطنين حسره بانه يقول لك ليش، يعني ليش انا اليوم عندي هذه الثروات موجوده في ارض اللي انا عايش بيها واجدادي كانوا عايشين بيها، في المقابل أنا لا أملك أبسط مقومات الحياة. خلينا نشوف التقرير، وأتمنى الجهات المسؤولة تسمع المواطنين اللي يتحدثون في هذا التقرير، أو على الأقل يعني يقدموا لهم بعض من هذه الخدمات المسلوبة والناقصة اللي مدى توصلهم ومدى توصل لأهالي قضاء الزبير. خلينا نشوف التقرير، عدينا لكم إياه ونرجع. خدمات كقضاء الزبير ماكو، استلمتها شركة، عندك تبليط، بنى تحتية كعموم، مجاريها بميها ما، شركة خسرت، فشل بالعمل عدها وسحبت روحها. محتارين هسا احنا، لا خدمات زينة لا تبليط، التهوا بترميم مدرسة وحدة. هسا عندنا كمحلة العرب مدرسة وحدة زين، اما المدارس الباقيه، مدرسه حسن البصري اللي احنا نسميها اثريه، اقدم مدرسه من الستينات لحد الان ما كامله، اطوها وانتركت. هسا عود يلا بدو الزبير، الزبير كل شوارع فاصله، الزبير في صوره عامه ما بي شارع موجود نهائيا كل مكان. وهذا الشارع هسا الخدمي، هذا شارع الشعيب يسمونه، بي حوالي 4 مدارس 3 مدارس، يعني الطالب يريد يعبر من هالصف لهالصف ما يقدر، مهمله متروكه لحد الان ماكو. والمجاري مال البيوت تصب على الشارع، حتى لو شارع نظيف المجرى يصب عليه. اي مسؤول اللي يمرق ما يقول لك. الزبير خدمات فاشله، شوارع طايحه ضحش الحضور، مسؤولين هنا يمرون ما يشوفون الشوارع كلها فيضانات. تتكلم على عامة؟ كلها خاصة الزبير كله، عارف شلون؟ ماكو، ما شفنان شارع نظيف. هاي الطلاب اللي تشوفها تطلع الصبح بالطين وبالوساخة وبالغدارة وما حد يقول لهم ليش. يعني هذا شارع هذا كله فايض ماي ونقر وطسات، هذا شارع تريد لك شارع تبليط ماكو؟ ليش مدارس هاي تلشفتات؟ ليش ماكو مدارس؟
بصورة عامة مو أنا اللي أتكلم، الكاميرا ماتكم هي اللي تتكلم عن الخدمات، الكاميرا ماتكم هي اللي عيني وهي اللي تشوف اللي وتكلم بالواقع. شنو الخدمات مثلا موجودة؟ شنو هسه تشوف؟ تشوف أنت يعني شنو تشوف؟ تشوف مثلا الحدائق؟ شنو تشوف؟ تشوف مثلا الشوارع هاي مبلطة مثلا؟ شنو تشوف؟ يعني إذا اشتغلت الكهرباء هاي الحياطين تظل تنتل، هاي الأرض، هاي المجاري كل ساعة جاهل وقع له بنقرة وغرق، يعني شنو الخدمات؟ يا خدمات من عندها؟ يعني قضاء الزبير من الأقضية الكبيرة والعملاقة في العراق، هو قضاء يضم أكثر من حقل نفطي، يصدر أكثر من 1,000,000 برميل نفط يوميا، إلا أن القضاء يفتقر للعديد من الخدمات. هناك مشروعين، مرحلة أولى ومرحلة ثانية. المرحلة الثانية بدأت بها إحدى الشركات المحلية، لكن المرحلة الأولى وهي المتعلقة بوزارة التخطيط، هناك تخبط حقيقة من قبل وزارة التخطيط في إكمال إجراءات هذا المشروع، والذي تسبب بتردي واقع الخدمات في القضاء. لذلك أهالي القضاء الآن يستعدون للخروج بتظاهرات عارمة للمطالبة بتحسين واقعهم الخدمي. هناك أمراض مستعصية في القضاء، هناك تهالك للبنى التحتية في القضاء، على الجهات المعنية أن تنظر للقضاء بعين يعني الرأفة لأهالي القضاء لما يتمتع به من حقول نفطية عملاقة. هذا القضاء هو يعتبر المنفذ الرئيسي لواردات العراق باعتباره يصدر أكثر من 1,000,000 برميل نفط يوميا، وبالتالي على الحكومة المركزية والمحلية النظر بمعاناة أهالي القضاء والاستجابة لمطالبهم بتحسين واقعهم الخدمي. شفنا الوضع. انا حتى ازلت كنت اقول لها تقول يعني هاي منطقه يعني والله العظيم ما ادري حاسبيها حضريه، ما بيها لا شارع لا رصيف لا هذا وضعها ترى من زمان، حتى مدارسها حتى كهرباء هاي بشكل عام يعني بعونهم والله. يعني منسيه فعلا قضاء الزبير، ويا ما طلعناه في اهل المدينه لكن دون فائده. الحكومات المتتاليه تجي وتروح وماكو اعمار، تبقى هذا الموضوع. زين نروح الى الموصل، نترك هسه البصره نروح للموصل. في البصره اعتقد هم قبل فتره احنا طلعنا عن هذه المنطقه، منطقه رجم حديد في حي الرحمه. المنطقه حاله حال كثير من المناطق في الموصل، ماكو خدمات. يعني هسه يمكن البصره ما حكوا عن المي والكهرباء مثلا، حكوا عن الشوارع وخدمات، ها كل شيء ما بيها. يعني عددوهم كلهم الخدمات كلها ما بيها، لا يوجد ماء لا كهرباء لا شوارع لا بنى تحتيه لا مدارس. يسكنها أكثر من 4,500 عائلة، لكن إحنا من راح نشوفها كأنما منطقة مهجومة، مو مهجورة، مهجومة. هذا وضع مع المنطقة؟ وين الشوارع؟ وين الرصيف؟ الناس شلون تعرف؟ يعني ما أعرف شلون تعرف إنه هذا رصيف هذا طريق هذا، ما أعرف والله ما أدري. يعني حقيقة الناس إحنا ماكو يعني أنت تحس بيها إنه يعني كأنما واحد يعني توهم جاي يأسسون منطقة، ولا كأنما هي منطقة الله وكيج حتى مدى يبدون يأسسون هاش كده. يعني تخيل انت يعني منطقة يعني كاملة، هذول شلون قاعدين؟ كهرباءهم وين؟ مش يعني ماكو اي معالم انه تكون منطقة. لا 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 يعني انت المنطقة تعرفها شوارع مرتبة، هاي ماكو عبارة عن منطقة انا اقول لكم مهجومة وليس مهجورة. ليش الشكل عندنا مناطق؟ انتوا ليش تسمحوا للناس انه تقعد في منطقة وهي بعدها ما كاملة؟ المفروض انا تدري احنا ايش قد طلعنا انه ناس تقعد وبعدين يلا يسوون كهرباء، ناس تقعد وبعدين يلا يتذكرون المجاري. طبعا ايه ها شنو والله ما مسوين الشارع ما يتذكروا اصلا طبعا. وبعدين من سووا المجاري ذكروا احنا ما سوينا انترنت، فيجوا بالانترنت يكسر الانابيب مالت المجاري، وهكذا احنا ما رتبوها منطقه اكملها شلون ما يعني ارتبها بكل اجزائها بكل تفاصيلها وبعدين اقول للناس تعالوا قعدوا. احنا بالعراق نمشي بالمغلوب، نمشي بالعكس او بالمزاج، عجبني اكملها ما اكملها خلاص درت وجهي يلا قعدوا انتم حيروا بزمانكم. نتمنى انه يكون هناك دور للجهات المعنيه. انا ما راح اجي الموصل لانه هم في سبات صار لهم سنين وقالوا سنه اعمار وانجاز عظيمه ورهيبه، والله انا حتى احسدت اهل الموصل قلت يلا يا الله بركه الله هالسنه فعلا تكون هي سنه الموصل. ترى شهر الواحد خلص ما بقى شيء بايام ويخلص. يمتى تبدون على بعدها ما صارت 2022 في الموصل واحنا ما ندري هم قلونا.
على العموم نتمنى أن يكون هناك اهتمام بالقضية بهذه المنطقة، لأن الناس فعلا هنا تعيش الأمرين، ما بين لا شارع لا كهرباء لا ماء لا وجود للخدمات، وكأنما هم منسيين أو ما موجودين على الخارطة. نروح لموضوع آخر. طيب نروح. هذه منطقة رجم حديد حي الرحمة، منطقة حي الرحمة رجم حديد، بها قواطع، قاطع حي الزراعي وقاطع النواب ضباط وقاطع الضباط، تفتقر من تبليط الشوارع، ما بيها أي شارع وأي تبليط، ومن المدارس، مدارس ماكو، مستوصف ماكو، غير هاي المدرسة الكرفانية ودي يحولوها المدرسة الكرفانية مكان المدرسة اللي بنوها جديد على أساس ثانوية وإعدادية للبنات، راح يسووها بدال الكرفانات. يعني فوق الضيم أكو المواطن رصد قضية المدارس وكرفانية وراح يحولوها، يعني ناسينكم يا رب، هم أصلا ولا يدرون بيكم، أنتم عايشين على 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 على, على, على الأرض. إن شاء الله يكون هناك التفاتة، بركة الله نذكرهم أنه ترى أكو ناس عايشة أكثر من 4500 منزل هناك، بركة الله يلتفتون لهم إن شاء الله، وأيضا يلتفتون لأهالي ناحية الكفل في بابل، لأنه قضيتهم شنو؟ وزعوا لهم قطع أراضي بمبالغ مالية قبل 2003، يعني بالحكومة السابقة، يعني بالنظام السابق، ووزعوا لهم هذه قطع الأراضي واشتروها يعني بفلوس مبالغ مالية. بعد 2003 رجعت بلدية الكفل قالوا بين هاي الأراضي تابعة لنا وأنتوا أخذتوها مو يعني باستحقاق، فإحنا حنرجع نقسمها من جديد ونوزعها بطريقتنا الخاصة. مواطنين يعني تعرفون أنتوا، أي واحد بالعراق هسه، أي واحد يشوفني عند إحنا نصدق يصير عندنا قطعة قاع بالوطن؟ يعني كنا نتمنى هذا الموضوع وكنا نريد يكون عندنا بيت في الأرض. فتخيلوا شعور هؤلاء المواطنين من قبل 2003 هم هاي القاع باسمهم، ورا 2003 بعد ما صارت باسمهم، يعني بعد ما يقدرون يتصرفون بيها، وقالوا بأن خلص حيتم سحبها من عندكم هذه القطع الأراضي. فبالتالي هم أيضا توجهوا للمحاكم وحاولوا يحصلون قرار قضائي ضد هذا القرار، أنه لأخذ هذه قطع الأرض حتى يسترجعوها، يقدرون يبنون بيها، يقدرون يبيعوها، يشتروها، غيرها من المواضيع. هنا المواطنين كانوا يتساءلون في أهالي ناحية الكفل بأنه يا أخوان إحنا بالعكس أنتوا تريدون توزعون قيعانة، أنا عندي قاع، ليش تريدون تأخذوها من عندنا؟ وهذا أيضا إحنا نفسح الجو للمواطنين نفسهم حتى يعبرون ويقولون مشكلتهم، وإن شاء الله توصل لهذه الجهة اللي هم يناشدوها. خلينا نسمع ونرجع. عماني عندي قطعة 358 متر بتشفل، بلدية تشفل، هاي مستلمينها بال93، صارت 2004 أجروا عليها ثلاث من 2004 ولحد الآن ثلاث إفرازات بدون أمر قضائي وبدون أمر وزير، وأنا بعدين رحت للقضاء، المحكمة القضاء الإداري ببغداد، واخذت قرار بيها، صار لي سنة وتقريبا نص، كل دوائر بابل المعنية ما جاي تمشيها عمي، وقطعنا راحت. نروح وين؟ نروح الناشيد للنزاهة ما نحصل شيء، نروح الناشيد مقر عام ماكو، نروح للطابو ماكو، اكو اتفاقيات بين الطابو مال بابل بين البلديات مال تشفل. حتى كل مواطن عراقي من اهل الحله ياخذ ضباطه مال بيته يخليه بالبيت احسن له، يعني راجعين ما حد ما يحكي وياه، يوصل على تكتبك هوايه، يعني تروح لبغداد لازم تكتبك ما تحكي، هنا الموظف ما تقدر تحكي وياه، لان الظاهر هنا على شكل احزاب. ان شاء الله تنحل قضيتهم، فعلا المواطن خطيه. هذا كل ما كان عندنا اليوم في اهل المدينه، نتمنى دائما نلتقي على الخير والمحبه والسلام، وعلى وطن سالم ومعافى ومنتصر. في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الكادر، الى اللقاء.